حته اليمين في الاهلي فيها كلام. يعني انت دلوقتي احمد عبد القادر ما اعتقدش انه ممكن يقعد خلاص، احمد عامل يعني المباراه الاخيره جيده جدا، وشريف راس حربه، وشريف. تبدا حته اليمين بقى ما بين حسين الشحات وطاهر واسم مجدي قفشه. النهارده انت عندك ثلاثي ديانج وحمد فتحي وعمرو السولاي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، عبد المنعم، علي معلول. السباك بقى بيلعبها 3 4 3 ايا كان يعني، لكن حته اليمين شايفها هجومين عامله، وحراسه المرمى علي لطفي. يعني انا اعتقد ان انا الاوان لاحمد ان ياخد فرصه، لان مقدم لاحمد عبد القادر، احمد عبد القادر مشروع لعيب من بدايته مع سموحه يعني هي اللي اعطيته الافضليه في رجوع النادي الاهلي. نعم. والولد صراحه بيقدم مردود جيد. نعم صحيح. على الصعيد التكتيكي والمهاري. انت مع احمد عبد القادر يبقى اساسي. بالظبط كده، فلازم ياخد. طب يعني خلاص ناحيه اليمين بقى مين؟ عندك طاهر وعندك حسين وعندك قفش. لا قفش ما بيطلعوش. ما بيطلعوش من الفرقه؟ لا، موسيماني بيعتمد على قفشه بشكل كبير جدا. طيب ما هو هيلعب هيلعب ناحيه اليمين؟ حتى في ثلاثه. حتى في ثلاثه هو بيلعب ثلاثه. وحمدي نزل مع المدافعين وبيلعب اثنين بسوليه وديانج. تمام. حتى انا بشوف ان هو بيطرف يعني بيلعب احد لاعبي في اليمين والشمال. وقفشه ليه حريه في الدخول في نص الملعب اللي هو بطبيعته، لان هو بيميل للمركز ده. نعم. ان هو دايما كل امكانيات قفشه في اللعب في العمق. نعم. مش على الاطراف. على اساس ان هو يعني دي لا، بس هو مش هيلعب في العمق هنا يعني خلاص. من قصدي هو ده انا يعني عدم اقتناعي بقفشه ان هو يلعب على الطرف. ليه؟ الطرف ليه مواصفات. الطرف ليه مواصفات سرعه. لان الاطراف ديت من لما يبقى عندها الحته المهريه ثم السرعه تستطيع انك تضرب بها التكتلات يعني الدفاعيه. انت بتفضل لو قفشه يلعب في مركز صانع الالعاب، يلعب لعيب شادو سترايك. لكنه على الاطراف، ده المكان اللي اتولد فيه قفشه. على الاطراف بتفضل واحد من امكانيات قفشه. على الاطراف تفضل الشحات او طاهر محمد. طاهر بالظبط، لازم يكون عندي طرفين. لو انا لو لعبت بالطريقه اللي هي هو موسيماني بيلعب بحاجتين. نمره واحد بيبدا في التامين بثلاثه من ورا ثم يطور ب 4 2 3 1. طيب